السلام عليكم. كما هي العادة في لبنان، الاختلاف على كل شيء وفي كل شيء وحول كل شيء. ولم تكن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لم تكن استثناء في ذلك. بعد 13 عاما على تشكيل المحكمة، قررت الأخيرة أن نظام بشار الأسد وقيادة حزب الله بريئان من دماء رفيق الحريري، بالرغم من إبراز قرار المحكمة الدافع السياسي لجريمة الاغتيال. فريق من اللبنانيين رأى أن قرار المحكمة الذي أدان واحداً من أعضاء حزب الله الأربعة الذين كانوا على لائحة الاتهام هو سليم عياش، رأى هذا الفريق في القرار إدانة غير مباشرة لحزب الله. وفريق آخر اعتبر أن هذه المحكمة منتهية الصلاحية وأن قضاتها أصحاب سوابق. وما بين الفريقين ثمة فريق يتساءل بلسان حال ذاهل، هل يمكن لمثل هذه الجريمة السياسية المعقدة أن يخطط لها شخص واحد فقط؟ وثمة فريق رابع يحاول التمييز بين السياسي والقضائي في هذا الحكم، غامزاً من قناة تسوية سياسية محتملة أدت إلى تبرئة ساحة النظام السوري وحزب الله. كل هذه التساؤلات ستكون على طاولة الحوار في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلاً بكم. بعد 15 عاماً على قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، جاء الحكم بإدانة سليم عياش القيادي بميليشيا حزب الله بالتخطيط والتنفيذ. وبرأت المحكمة الخاصة المتهمين الثلاثة الآخرين ولم تدن قيادات حزب الله والنظام السوري، الأمر الذي شكل خيبة أمل أصابت الشارع اللبناني بعد قرار المحكمة الدولية النهائي في قضية اغتيال الحريري. المحكمة في جلسة النطق بالحكم أقرت بأن عملية الاغتيال تمت بدوافع سياسية، وأن ميليشيا حزب الله متورطة باغتيال الحريري، إلا أنها برأت قيادات حزب الله ونظام الأسد منها، ووصفت التحقيق المحلي باغتيال الحريري بأنه كان فوضوياً، وأن الأمن اللبناني أزال آثار عملية الاغتيال من مسرح الجريمة، مشيرة إلى أن العملية تمت باستخدام طنين ونصف من المتفجرات. ومع كل هذه الملابسات كانت الإدانة لشخص واحد فقط لتخرج بذلك من إطارها السياسي وتداعياته. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن المحكمة التي شكلت بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2009 وصرفت مئات الملايين من الدولارات في التحقيقات، فشلت في الإجابة حتى عن السؤال الأساس بشأن من أمر بقتل الحريري. نقبل حكم المحكمة. بينما أعرب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري ونجل رفيق الحريري عن تقبله لحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مطالبا بتنفيذ القصاص بحق مرتكبي عملية الاغتيال، معتبرا أن زمن الجرائم السياسية دون ثمن قد انتهى على حد وصفه. كذلك جاءت تصريحات الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي قال إن علينا تقبل ما يصدر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت كل من المحامي طارق شندب أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية، وسوسن مهنا الكاتبة الصحفية. أهلا بكما وسهلا ضيفي الكريمين. أبدأ معك سوسن، بعيدا عن موقف السياسيين، كيف قرأ الشارع اللبناني القرارات الصادرة عن المحكمة؟ أو بمعنى أدق، هل هناك شعور في الشارع اللبناني، وأتحدث عن الشارع وليس عن الطبقة السياسية، هل هناك شعور بأن هذه المحكمة حققت العدل الذي ينتظره اللبنانيون منذ سنين طويلة؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. بداية علينا أن نعلم أن حكم المحكمة هو يعني حدث أو تفصيل صغير في مسار طويل بدأ منذ أحداث قبل الاغتيال وتطورات قبل الاغتيال، ومن ثم جاء الاغتيال واستمر 15 عاما إلى أن جاء تفجير مرفأ بيروت بالرابع من آب من هذا الشهر إذن هو مسار الحكم هو مسار طويل. يعني إذا بدنا نتحدث عن التطورات وعن الأحداث التي حدثت في هذه المنطقة، علينا أن نعود إلى
حادثة سبتمبر 11 أيلول 2001، ومن ثم متى أطل، وقبل حتى إلى الثمانينات، متى أطل رفيق الحريري هذه الشخصية، متى أطلت على الشارع اللبناني وكيف عرفها الشارع اللبناني؟ رفيق الحريري عرف في البلد منذ اتفاق الطائف. إذا هذا الرجل ليس شخصية عادية، هو ليس فردا من عائلة، هو وليس رئيس حكومة في لبنان، هو حمل مشروع إلى هذه المنطقة، وبدأت يعني تتظهر هذا المشروع بالمبادرة السلام العربية عام 2002 عندما طرح الأرض مقابل السلام. ولكن بعد سبتمبر 11 دخل إلى المنطقة مشروع جديد يناقض الأرض مقابل السلام، وهو مشروع الحرب على الإرهاب. طيب. سوسن، هذا معروف حقيقة، لكن أنا أريد أن أستفيد من وجودك معنا وأسألك عما إذا كان هناك مرصودا رأي الشارع اللبناني، الطبقات الشعبية، مختلف الشرائح الشعبية من مثقفين وعموم أفراد الشعب اللبناني، هل ثمة روح تسري في الشارع اللبناني بأن هذا القرار حقق نوعا من العدالة سعى إليها اللبنانيون؟ يعني المحكمة بالحكم يعني خرج عن المحكمة هو أقصى ما تستطيع أن تقدمه بداية، ولكن يعني قبل صدور الحكم كان المقالات وكان الناس يقولون يتخوفون من ردات الفعل في الشارع، فجاء الحكم باهتا ضعيفا، لم نرى ردات فعل بصراحة في على داخل لنكن صريحين داخل الطائفة السنية، الطائفة السنية التي تعتبر هي ولية الدم، يعني هي من يجب أن يعني تتلقف هذا الخبر، ولكن لم نرى ردات فعل في الشارع السني، بالعكس رأينا ردة فعل في الشارع في منطقة حزب الله، رأينا صور لسليم عياش ويعني وكأنه بطل، يعني سموه القائد المقاوم والقائد البطل، يعني لم يكن هناك ردة فعل حسب ما كان متوقع. ولكن ماذا كان ينتظر من المحكمة؟ ماذا كان الحكم المنتظر من المحكمة؟ هل كان منتظر أن تخرج بحكم لنزع سلاح حزب الله؟ المحكمة حكمت بالأدلة الموجودة بين يديها، ولكن طبعا من المستغرب أن يكون الحكم لشخص واحد، أن يكون من قام بكل هذه العملية وهذه التخطيطات. يعني أنت تقولين بأن المحكمة اشتغلت على الأدلة التي بين يديها، وثمة من الحقوقيين من شكك في طريقة التحقيق وأن المحكمة اعتمدت بشكل أساسي على قاعدة البيانات الاتصالات. يعني هنا ربما يكون لديه حديث أكثر من هذا الأستاذ طارق شندب كخبير في القانون الدولي، هل شكلت هذه القرارات الصادرة عن المحكمة مفاجأة خلافة لتوقعاتك أنت وفريق من أمثالك الحقوقيين؟ أبداً، هذه المحكمة يعني حكمت بما لديها من قرارات وأدلة. وللتذكير هنا، هذه أول محكمة تنشأ في القانون الدولي الجنائي لمحاكمة جريمة إرهابية، وهذه المحكمة أول من عرفت الإرهاب في القانون الدولي الذي اختلف عليه بين الدول، وهذه المحكمة أدانت سليم عياش الذي هو قيادي في ميليشيا حزب الله اللبنانية واتهمته بالقيام مع آخرين لم تعرف أسماءهم ومع مصطفى بدر الدين القيادي في ميليشيا حزب الله كذلك بالتخطيط لاغتيال الشهيد رفيق الحريري. وهذه المحكمة أكدت في مندرجاتها أن الاغتيال هو اغتيال سياسي، وهذه المحكمة أكدت في مندرجاتها أن هذا الإرهابي الذي أدين في المحكمة ينتمي إلى ميليشيا حزب الله. ولليعرف الجميع أن المحكمة في نظامها الداخلي لا تدين جماعات، وأنه عندما تم وضع النظام الداخلي للمحكمة تمت المشاورات بين الدول في مجلس الأمن، حيث أن المحكمة أنشئت تحت الفصل السابع بموجب القرار 1757 عام 2007، وتم الاتفاق بين الروس وبين من يفاوض من الطرف الآخر على تجنب الادعاء على حسن نصر الله شخصيا لأنه كان هو رئيس تلك الميليشيا. لذلك الأمور معروفة، والمتهمين الذين سيقت أسماؤهم كانوا يحاكمون وكان لديهم محامون، وبالتالي المحكمة لا تستطيع بموجب نظامها الداخلي أن تأتي بأسماء خارج نطاق المحاكمة، أي كأن تدرج أسماء، لأنها هي المحكمة الأولى في العالم التي تضع محامين للمتهمين غيابيا.
وكانت طوال 7 سنوات من المحاكمة كان هناك محامون عن هؤلاء المتهمون. المحكمة لم تبرئ بالمعنى السياسي أي منهم، بل اتهمت مصطفى بدر الدين وأسقطت الاتهام عنه، لأنه بموجب القانون اللبناني والدولي تسقط المتابعة والادعاء عن شخص قيل أنه مات في سوريا، وتم إدانة سليم عياش. أما الآخرون فبرأتهم المحكمة ليس لديها دليل ضدهم، بل لأنها ليس لديها أدلة كافية على الاعتقاد بأنهم قاموا بأي عمل جرمي تعتبره المحكمة، بالرغم أن هناك بعض القضاة في المحكمة أثاروا خلافا لهذا الرأي قراراتهم. وبالتالي جاء هذا القرار كما سمعنا جميعا بإدانة سليم عياش كإرهابي شارك مع آخرين. لكن أستاذ طارق ثمة من الحقوقيين، وأنت هنا خبير في القانون الدولي، من انتقد ملابسات المحكمة وعمليات التحقيق بتركيز اعتمادها على قاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية التي جرت في مسرح جريمة الاغتيال. برأيك هل هذا يعتبر طعنا في عمليات التحقيق؟ أبدا، هذه الأدلة هي لازم أن يعرف الجميع أنك أنت أمام جريمة إرهابية خطط لها لأكثر من 6 أشهر كما جاء في مندرجات الحكم، خطط لها بين مجموعات كبرى استعملت عدة هواتف خليوية، وتم تقسيم تلك الهواتف إلى مجموعات أثناء المحاكمة وأثناء التحقيقات. لابد أن يعرف الجميع أن لجنة التحقيق الدولية التي تولت التحقيق قالت في بياناتها أن هناك تحرك، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية قامت بتغيير ممنهج للأدلة والقرائن، هذا أولا. كذلك قالت لجنة التحقيق آنذاك، وأنا أتابع هذا الموضوع بالتفاصيل، أن الأجهزة الأمنية لم تتعاون مع أجهزة التحقيق القضائية التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان. وهنا لابد من شرح هذه النقطة، لأن المحققين الدوليين عندما أتوا إلى لبنان كشفوا على موقع الجريمة، أما باقي وسائل التحقيق التي اعتمدوها من طلب معلومات من الأجهزة الأمنية، كشف مثلا عن حركة تحرك المشتبه بهم، الإتيان بحركة سفرهم، الإتيان بما يملكون من معلومات عنهم، كل تلك المعلومات قام بها محققون لبنانيون، أي الأجهزة الأمنية اللبنانية. وجاء في مندرجات الحكم أن الأجهزة الأمنية اللبنانية لم تتعاون مع المحكمة، وبالتالي لم تعطى المحكمة باقي الأدلة والقرائن. وفي الجرائم الإرهابية وبخاصة أمام المحاكم الدولية، هذه الجرائم يصعب جدا جدا على من يقوم بها أن يترك أي أثر وراءه، وبالتالي ما جاءت به المحكمة من اتهامات وأدلة هو بحد ذاته انتصارا للعدالة. طيب، الإرهابي سليم عياش لم يكن يعمل بمفرده. سأرجع إليك. جريمة كبرى، بس اسمح لي، جريمة كبرى احتاجت للتخطيط 6 أشهر كلفتها مئات الملايين من الدولارات ليقوم بتنفيذها مع مجموعات أخرى. هذا ما يؤكد أن حزب الله متورط في تلك الجريمة. هذا موضوع حزب الله أستاذ طارق، سنبحثه بعد الفاصل بعد قليل، لكن أريد أن أبني على ما ذكرته لأسأل السيدة سوسن. كان متوقعا أن حزب الله ليس بعيدا عن دائرة الاتهامات، ثم بعد ذلك انخفضت التوقعات إلى حلقة الأربعة المتهمين، ثم بعد ذلك توقف الاتهام على سليم عياش. هناك من قال بأن هذا الحكم، حيثيات الحكم مسيسة، وأنها مرتبطة بتسوية سياسية ما متعلقة بالمنطقة كلها، كأن يكون مساحة وجود حزب الله خارج الحدود مثلا شكل وطبيعة النظام السوري، ولذلك تم تبرئتهما. إلى أي مدى تتفقين مع هذه المقاربة؟ حتى المحكمة الدولية كان لها يعني فندت في المقدمة الأسباب السياسية التي دفعت إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو اغتيال سياسي. وحتى إذا لم يتهم الحزب، طبعا كما قال الأستاذ طارق، أن حتى لو لم يتهم الحزب مباشرة هذا ليس من عمل المحكمة، لكن مجرد اتهام فرد وهو قيادي قائد وحدة جابر أعتقد بحزب الله، وهو قريب عماد مغنية، مجرد اتهامه فهذا يعني اتهام معنوي للحزب. بداية نقطة، إذن الاغتيال هو سياسي،
تبرئة الحزب أو محاولة يعني لفلفة الموضوع الحزب وموضوع النظام السوري، هو على ما أعتقد هو ضمن مسار طويل يرسم للمنطقة. ابتدأت منذ زيارة ماكرون إلى لبنان، والبعض قارنها بزيارة ساركوزي عام 2007 عندما أعاد تعويم نظام الأسد حينها. لكن زيارة ماكرون جاءت إلى لبنان، استقبل ماكرون في قصر الصنوبر، يعني قصر الصنوبر هي أراضي فرنسية، السفارة الفرنسية في لبنان، استقبل نائب عن حزب الله وهو محمد رعد وتكلم معه على انفراد لمدة 5 دقائق غير كل المشاركين في الاجتماع. يعني الوحيد من تحدث معه هو محمد رعد، وقيل عن هذا اللقاء أن محمد رعد قال لماكرون أنا مستعد للحوار، حزب الله مستعد للحوار مع الولايات المتحدة على طاولة بغطاء فرنسي. إذن ماكرون حمل بداية مبادرة، لا يستطيع أن يحمل مبادرة لأن بعد هذا تبين أن الولايات المتحدة يعني رفعت يدها أو لم توافق على المشروع الذي طرحه ماكرون وهو حكومة وحدة وطنية. الولايات المتحدة منذ البداية تريد حكومة حيادية. إذن عندما طرح ماكرون حكومة وحدة وطنية، قيل بعدين لاحقا أن هناك خطأ في الترجمة، لأنها لم بطبيعة الحال الولايات المتحدة لا تريد لحزب الله أن يكون ضمن الحكومة المقبلة. ولكن طبعا نحن لا نستطيع أن نعتمد كليا على مبادرات الولايات المتحدة. أمس قال ديفيد هيل أنه عادة الولايات المتحدة تتعامل مع حكومات يكون موجود فيها حزب الله. هنا لا ندري إذا كان ما قاله نبيه بري عن أن ترسيم الحدود مع إسرائيل من ضمن الحدود البحرية قد وصل إلى خواتيمه. هنا هذه هي الصفقة الكبرى، ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. يعني نحن نعلم أن هناك خلاف على أبار النفط الموجودة في الجنوب في البحر اللبناني. قد يكون هذا ضمن مبادرة منها إعادة لبننة حزب الله، أي إعادة تموضع سلاح الحزب داخل الأراضي اللبنانية وانسحابه من سوريا. قد يكون هذا ضمن المبادرة أو ضمن التسوية قد يكون هذا ضمن المبادرة، وقد يكون هذا برأيك يعني مربوطا بالقرار النهائي للمحكمة. بصراحة يعني أنا لا استبعد ان يكون قرار المحكمه كان هناك تاثير سياسي من الولايات المتحده ومن المجتمع الدولي. لنكن صريحين ولنكن موضوعيين، متى كان هناك عداله دوليه؟ متى كان هناك محكمه تحكم بالعدل يعني وتعطي الحقوق لاصحابها؟ يعني لنكن موضوعيين، الحكم جاء ضعيفا وباهتا وخيب امال الكثيرين في البلد. نحن انتظرنا 15 عاما لياتي الحكم ليعطينا الحقيقة والعدالة، لكن لم نرى حقيقة. ما هي هذه الحقيقة في رأيك سوسن؟ يعني كل الأدلة، يعني ماذا قالت المحكمة؟ الأدلة اتهمت حزب الله في تلك المرحلة كان يأتمر بالنظام السوري. الرئيس رفيق الحريري قتل ب 1800 كيلو تي ان تي. رفيق الحريري لم يكن رجلا عاديا لكي يقتل بهذه الطريقة، لم يكن يعني استاذ جامعة، لا، رفيق الحريري بما يعنيه من قيمة دولية قتل بهذه الطريقة. إذا أعطت كل الأدلة وأشارت بكل الأدلة أن الحزب هو المتورط، لكنها لم تدين الحزب، أدانت شخص. يعني كيف يمكن لهذا الشخص الرامبو سليم عياش أن يقوم بكل هذه الأعمال لوحده؟ طيب مدى قدرته هذه سنبحثها بعد الفاصل سوسن، لكن في سياق الحديث عن التمييز بين ما هو سياسي وما هو قضائي في قرار المحكمة، أنا مضطر أن أسأل الأستاذ طارق، إلى أي مدى بالنظر إلى طبيعة تشكيل المحكمة وطبيعة قضاتها واستقلاليتها الدولية، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المحكمة خضعت لضغوطات دولية مرتبطة بالوضع الذي يعيشه لبنان على المحك، يعني على حافة الهاوية لبنان؟ هل يمكن أن يكون الوضع السياسي والاحتقان الشديد وخصوصا بعد انفجار بيروت الكارثي، هل يمكن أن يكون تأثر قرار المحكمة بشكل أو بآخر حفاظا على لبنان؟ أبدا، أنا أخالف هذا الرأي باعتبار أن هذه المحكمة هي أول محكمة جنائية دولية على مستوى العالم تحاكم أفراداً متهمين بأكبر جريمة إرهابية
غيابيا وتعين لهم محامين. وبالتالي حتى المحاكم المحلية في البلدان، كل البلدان الأجنبية والعربية، المتهم غيابيا لا يعطى محامي ولا يحق له توكيل محامي، بل يحكم بأقصى العقوبة. فهل تريدون عدالة ويعني أكثر من هذه العدالة في المحكمة؟ ثانيا، والنقطة الأهم، أن كل جلسات المحكمة كانت علنية، وكان كل يعني وكان كل الأصدقاء يطلعون على سير أعمال المحكمة، وخضعت لتقييم من قبل القانون، من قبل كبار القانونيين في العالم، وأكدوا على نزاهة إجراءاتها وعلى عدالتها. وبالتالي حكم المحكمة لو كان مسيسا كما يقول البعض لكان اتهم كل الأعضاء المتهمين المنتمين إلى حزب الله، وهذا ما يؤكد أنها ليست مسيسة. ولو كانت مسيسة كان الحكم طال كل المتهمين. وبالتالي هذه نقطة يعني ثمة من يرى أستاذ طارق أن هذا الاستدلال الذي ذكرته ليس منطقيا، يعني كيف تبرئ كل المتهمين وهم الوحيدون في لائحة الاتهام؟ يعني حتى لو لم تكن مسيسة لا تستطيع أن تبرئ كل المتهمين. لا معلش، اسمح لي شوي ليوضح السادة المشاهدين ولا حضرتك، أن الاتهام في الأساس طال 5 أشخاص، سليم عياش ومصطفى بدر الدين وثلاثة آخرين. نعم. قاموا بتدخل في تلك الجريمة، وقاموا بتصوير فيلم لأبو عدس ونقله إلى تلفزيون الجزيرة. وذكرت المحكمة أن هناك مجموعات أخرى شاركت مع أولئك المتهمين، لم تستطع المحكمة التوصل إلى أسمائهم، وهم أكثر من 46 شخص. وبالتالي هي لديها فقط هذه الأسماء، هي لا تستطيع أن تدعي على مجهولين. هي ادعت على الأسماء التي استطاعت أن تحصل عليها وكانوا متواجدين في موقع الجريمة وقاموا بمراقبة الموكب قبل 5 أشهر. وللمفارقة هنا لابد من التأكيد على نقطة جد مهمة قانونية جدا، أن زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله خرج في مؤتمر صحافي في العام 2007 أو 2008 وقال لماذا تستبعدون نظرية اتهام إسرائيل، وأخرج فيلم لموكب رفيق الحريري متجها من بيروت إلى فقرة التي تبعد 20 كيلومتر، وأبرز فوق الفيلم أن طائرة أمكا تابعة للكيان الصهيوني كما يدعي نصر الله كانت تراقب الحريري، في حين جاءت مندرجات الحكم البارحة لتؤكد أن تلك المراقبة كانت من قبل ميليشيا حزب الله، وأن الذين صنعوا فيلم أبو عدس هم ينتمون إلى ميليشيا حزب الله. ولكن المحكمة لم تدن هؤلاء باعتبار أنها تريد أدلة أكثر، وهذا ما رفضت الأجهزة الأمنية أن تعطيه. المهم سواء كانت الإدانة بشخص أو عدة أشخاص، الإدانة تمت لهذا الشخص القيادي في حزب الله. نعم. وللثاني مصطفى بدر الدين الذي أسقط عنه التهمة لأنه ميت، وهم أشخاص. نعم. لا يعملون لا لدي ولا لديك، هم يعملون لدى ميليشيا حزب الله. وحسن نصر الله خرج في تصريح صحفي بال 2008 عندما قالوا له عن المحكمة وأن قد يكون هؤلاء مخترقين من قبل حزب الله أو اخترقوا، قال نحن ليس لدينا عناصر غير مضبوطة، ما يؤكد على ارتكابهم الجريمة وانتمائهم إلى ميليشيا حزب الله. المهم بالنتيجة السياسية والقانونية والقراءة القانونية، هذا الاتهام هذا الحكم هو إدانة لميليشيا حزب الله. نظام المحكمة لا يسمح بإدانة أحزاب، هذا ذكرناه في البدء، ولكن هؤلاء ينتمون إلى تلك الميليشيا. طيب. والآن طيب. إذا لم يتم تسليم الإرهابي سليم عياش، لكن سألتني هذا السؤال منذ 2 سنين معك في قناة الرافدين، سألتني ماذا إذا لم يقم حزب الله بتسليم المتهمين الذين سيحكمون؟ سوف يحال الملف إلى مجلس الأمن من قبل المحكمة، ويمكن أن توضع ميليشيا حزب الله على لائحة الإرهاب الدولي باعتبارها تأوي إرهابيين وهي ميليشيا إرهابية، وهذا ليس أول قرار. طيب. على مستوى يعني القانون الدولي. هو أنت تركز طارق، أنت تركز على أن هذا الاتهام يحوي اتهاما غير مباشر، أو هذا القرار اتهاما غير مباشر لحزب الله. نريد أن نحلل هذا الرأي القانوني من جهتك بعد الفاصل لو أذنت لي، نواصل هذا الحديث بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام
ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن ملابسات قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. سوسن، لا بد من طرح السؤال البدهي الذي ربما لا يغادر لسان أحد من المتابعين، هل يمكن لسليم عياش هذا الشخص بمفرده أن يخطط ويدير ويشرف بشكل مباشر ميدانيا على مثل جريمة الاغتيال التي حصلت، وهي جريمة معقدة قال في حينها الخبراء وأجهزة المخابرات إنها جريمة لا يمكن إلا أن يكون وراءها دولة أو أجهزة كبيرة عالمية، هل يمكن لسليم عياش أن يكون وحده المسؤول أو المتهم عن هذه القضية؟ يعني عمليا بالطبع لا، حتى لو كان يتمتع بقدرات خارقة. سليم عياش هو إطفائي حسب السيرة الذاتية، هو رجل إطفاء كان يعمل لمدة يومين في الأسبوع، هو طبعا قريب عماد مغنيي، ولكن هو قائد في حزب الله، هو قائد وحدة جابر التي المتهمة حسب الإرهاب الدولي بعدة عمليات دولية. إذا لا يستطيع، وإذا تابعنا كيف فندت الأدلة حسب الداتا المعلومات الاتصالات والمسؤول عنها بداية كان النقيب وسام عيد، هو من أرشد المحكمة الدولية إلى داتا الاتصالات. إذا تابعنا فقط الأجهزة الهاتف وكيف وزعت على شبكات حمراء وخضراء وأرجوانية وصفراء وزرقاء، وكيف وزعت هذه شبكات الهاتف، كان لوحده سليم عياش يستعمل 11 هاتفا. إذا وكان هناك اتصالات بين الأربع أو خمسة، حينها كانوا خمسة المتهمين: أسد صبرة، حسن عنيسي، حسين مرعي، ومصطفى بدر الدين، بالإضافة إلى سليم عياش. هنا أريد أن أطرح سؤالا، هل سوف يقوم الحزب بتسليم سليم عياش؟ بالطبع لا، على يعني مستحيل، لأن ما قاله ما الجواب جاء على لسان أمين عام، قبل أمين عام حزب الله، قبل حكم المحكمة، قال نحن لسنا معنيين بحكم المحكمة شو ما كان، يعني مهما كان إن برأ أو اتهم نحن لسنا معنيين. بالسابق عندما قتل مصطفى بدر الدين بال 2016 في سوريا، هل رأينا كيف قتل مصطفى بدر الدين؟ لا. قبل عندما قتل عماد مغنيي، قيل أن عماد مغنيي خضع لعدة عمليات تجميل كي لا يعرف من قبل أجهزة المخابرات العالمية. إذا ما المانع أن يحصل هذا اليوم أن يجري عمليات تجميل لوجه سليم عياش ولا نصبح نتعرف عليه؟ طيب. إذا حزب الله لن يسلم هذا القائد من حزبه. نعم. طيب، أريد أن أنتقل إلى طارق، وأرجو يعني أن نحاول أن نكثف الإجابة لأن لدينا القليل من الوقت والكثير من الأسئلة. سيد طارق، يعني قانونيا من الوجهة القانونية كيف يمكن لمحكمة، صحيح أنها ليست مختصة بالحكم على جهات وأجهزة أو أحزاب إلى آخره، لكن ورد في حيثيات القرار تبرئة قيادة الحزب، يعني كان يمكن أن تسكت عن هذا الموضوع وتقول بأن سليم عياش متهم وأن أسد صبرة بريء لعدم كفاية الأدلة إلى آخره، لكنها أصرت على عدم ضلوع سوريا بشكل مباشر وعن قيادة حزب الله يعني بريئة ليس لها علاقة بهذه الجريمة. لم تقل ذلك أبدا أبدا أبدا. من درجات الحكم تقول أن هناك كان خلاف سياسي بين الرئيس الحريري وبين النظام السوري، وتكلمت عن البريستول واجتماعات البريستول وغيرها، وتكلمت عن خلاف سياسي بينه وبين حزب الله والتهديدات السابقة التي صيغت من النظام السوري للرئيس الحريري، ولكن المحكمة قالت ما حرفيته التالي: لم نستطع الحصول على أدلة كافية تؤكد أن قيادة حزب الله أعطت الأوامر لتلك المجموعة بقتل رفيق الحريري. هل ينتظر أن يأتوا بتسجيل مثلا تسجيل هاتفي أو غيره لحسن نصر الله يقول للإرهابي سليم عياش اذهب واقتل الحريري؟ أكيد لا.
سليم عياش لم يكن يعمل يعني تاجر استاذ طارق بحسب منطوق القرار الذي بحسب منطوق القرار الذي قرأناه لم ترد كلمه لم نستطع، قالت وانما لا وجود لادله على تورط قياده حزب الله. لا وجود لادله كافيه. نعم. معناه ان المحكمه عندما تريد ان تحكم بهذا الموضوع يجب ان يكون لديها ادله كافيه، وسليم عياش ومصطفى بدر الدين لا يعملون يعني تجار حتى ينافسوا الرئيس الحريري في تجارة معينة فيقتلوه. هذه عملية استغرقت من التحضير 5 أشهر، كلفت ملايين الدولارات، سرقت السيارة من اليابان، جاء بأجهزة الهاتف وزعت، الكل يعرف أن هؤلاء المجرمين يخضعون ويعملون لدى ميليشيا حزب الله، وبالتالي هذا الأمر يعني يجب أن ينتهي منه الجميع. ولو قرأنا كل التصريحات السياسية الكبرى في الجرائد العالمية الفرنسية والأوروبية والأمريكية والتحليلات السياسية والقانونية لرأينا أنها خرجت في اليوم التالي من نشر الحكم اتهام حزب الله بجريمة مقتل الحريري، والأمر واضح لا يختلف الاثنين يتكلموا عنه. فبمجرد إدانة سليم عياش يعني أن حزب الله هو المدان، هذا تقرأ في القانون وفي السياسة. طيب. وبالتالي أود أن أزيدك هنا كذلك أمرا آخر، أنه في تلك الجرائم الإرهابية من الصعب جدا الحصول على بيانات أو أدلة قاطعة إذا لم يتم إخفاؤها، فأجهزة الأمن اللبنانية أخفت ما أخفت. وهنا لابد أن نتوقف عند نقطة مهمة ليفهمها السادة المشاهدون لو سمحت لي، أن النقيب وسام العيد عندما كشف شبكات الاتصالات تلك وسلمها لجنة التحقيق الدولية قام حزب الله بقتله. من قتله؟ أنه عندما اكتملت التحقيقات مع شعبة المعلومات تم تفجير طيب. نائب رئيس الشعب آنذاك العميد سمير شحاده وتم تفجير. أستاذ طارق أنا لو أذنت لي أنا سأبحث معك موضوع لإشارة قرار المحكمة إلى إخفاء الأدلة، وكما لو أن هناك في نوع من التعريض بأجهزة قوى الأمن الداخلي سأعود طيب. إليك، لكن دعني الآن أسأل السيدة سوسن، يعني المحكمة ما زالت مختصة بالنظر في قضايا أخرى طالت مروان أحمد وعدد من المسؤولين الحكوميين الكبار الذين تعرضوا لمحاولات اغتيال ومنهم من قتلوا في عمليات تفجير. برأيك هل هناك ثقة وأمل عند اللبنانيين بأن تواصل هذه المحكمة استنادا على ما قلت بأن أنت من الفريق الذي خاب أملهم بالقرار، هل هناك أمل وثقة بهذه المحكمة بأن تظهر الحقائق وتحكم بالعدل في قضايا أخرى؟ الحقيقة أن الحكم جاء ليطوي صفحة، يعني ليطوي صفحة اغتيال رفيق الحريري مع كل ما رافقها من اغتيالات. هو يريد أن يذهب بهذا الملف السياسي بامتياز إلى الأرشيف وإلى النسيان. يعني طالما الحكم باغتيال رفيق الحريري جاء على هذا المستوى من الضعف ومن يعني ومن خيبة الأمل ولم يتحرك الشارع، فإذا لا أحد ينتظر من المحكمة أن تقوم بإنصاف بقية من اغتيلوا أو القضايا الموضوعة أمامها. لكن هنا أريد أن أشير إلى موضوع أن وزير العدل نسيت الآن اسمه، قال وزير العدل في تلك الفترة بين 2005 و2008 تقريبا، قال أن أمين عام حزب الله كان على اطلاع على كل تفاصيل المحكمة، وهو وافق على تمويل المحكمة وشارك في كل البيانات الوزارية التي صوتت لصالحها، وكان يعرف تماما أن لا نتائج تصدر عنها تحديدا لجهة اتهامات تنظيمات أو حزب. فيعني كان يعني هو على علم بماذا سيجري، وكأن الخطة كانت مرسومة. ولكن الآن ظهر وزير العدل وتكلم بهذا الكلام ولم نعلم به مسبقا. نعم. طيب سيد طارق، يعني حقيقة قرار المحكمة أشار إلى قضية أن قوى الأمن الداخلي أزالت أدلة مهمة من مكان الاغتيال، وتحدثت ذكرت أنه من أمثال ذلك سيارات رفيق الحريري. ما التبعات القانونية لهذه الإشارة؟ ماذا يمكن أن يفهم من هذه الإشارة؟ يفهم منها مباشرة أن الأجهزة الأمنية لم تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومع المدعي العام، ولم تعطه المعلومات التي طلبها ولا التحقيقات التي أرسلوها له ولا الاستنابات، وبالتالي كان عمل لجنة التحقيق بجهود فردية منها
وهذا يصعب على محققين دوليين أن يأتوا إلى بلد مثل لبنان، هم غرباء عنه ولا تتعاون معهم الأجهزة الأمنية، وبالرغم من ذلك وصلوا إلى نتيجة مفادها أن تلك المجموعات هي من اغتالت الرئيس رفيق الحريري واصطرحهم بذلك. هذا ما يؤكد كذلك أن الحاجة إلى تحقيق دولي هي حاجة ملحة دائما في لبنان لكشف الجرائم السياسية. نحن في لبنان منذ عام 1960 وحتى هذه اللحظة نعاني من جرائم سياسية، طالب كبار المسؤولين في لبنان من رؤساء جمهوريات كريم عوض وغيره، من المفتي حسن خالد، من رؤساء حكومات، من ضباط، من شخصيات، من قضاة، من نواب، ولم هذه أول حكم في لبنان أو على مستوى القانون الدولي يكشف الجرائم السياسية في لبنان التي كانت دائما تجهل وكانت دائما تخفى ملفاتها. فالقانون الدولي أنصف اللبنانيين بأن كشف تلك الجريمة السياسية التي هي امتداد لجرائم سياسية أخرى، وكشف أن الفاعل هو ميليشيا حزب الله بصورة أو بأخرى. وبالتالي هذه نقطة جد مهمة للمحكمة وإيجابية أنها عرفت اللبنانيين بمن يرتكب تلك الجرائم السياسية على أقله منذ عام 2005 وحتى هذه اللحظة. وللمفارقة أيضا لابد من التأكيد أنه كما تم ذكره أن وزير العدل آنذاك شارل رزق فاوض مع حسن نصر الله على تجنب اسم حسن نصر الله، لأن حسن نصر الله يدرك تماما أن حزب الله متورط وهو يخرج بالعلن إلى حلفائه بأقوال أخرى. أضف إلى ذلك أن هذه المحكمة بالعكس حفظت حقوق اللبنانيين ومكنت المجتمع الدولي من أن يعرف من هو القاتل ومن هو الإرهابي في لبنان، فهي تلك الميليشيا الإرهابية وهذا معروف بموجب الحكم. فأعود وأؤكد لك سليم عياش لا يعمل لدي ولا يعمل لدي، سليم عياش ينتمي لميليشيا إرهابية قامت بالقتل والتخطيط لأكبر جرائم إرهابية. بالنسبة للجرائم الأخرى المتعلقة بالمحكمة، هناك جرائم مرتبطة بجريمة اغتيال الحريري ما زالت المحكمة تنظر فيها، إضافة أن مدعي عام المحكمة قد يستأنف هذا الحكم على المدعين مدعى عليهم الآخرين، لأنه هناك أدلة تثبت أنهم قاموا بتصوير فيلم أبو عدس وأعطوه لقناة الجزيرة، وهذا ما أكدته مندرجات الحكم، وللمحكمة خالفت رأيها بذلك وكأنها تعارض بين المندرجات والوقائع وبين الحكم، وهذه نقطة مهمة جدا لصالح مدعي عام المحكمة ليطعن في الحكم ويتهم الآخرين ويصدر بحقهم حكم. نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، والمهم جدا أيضا أن ما ذكرته سيد طارق ينسجم كثيرا مع مقاله فريق واسع من الطبقة السياسية وعلى رأسهم ربما سعد الحريري نجل الراحل. هنا أريد أن أسأل السيدة سوسن، هذا القبول من قبل فريق واسع من الطبقة السياسية بقرارات المحكمة هل يمكن أن ينعكس، وطبعا نحن الآن نتحدث في سياق تداعيات هذه القرارات على المشهد السياسي الداخلي في لبنان، هل يمكن لهذه الطبقة السياسية وما أفرزته صدرته من تصريحات قبلت بهذا القرار، هل يمكن أن ينعكس انفراجة سياسية في لبنان تؤدي إلى تسهيل في تشكيل الحكومة خلفا للحكومة المستقيلة؟ لا أعلم إذا سعد الحريري سوف يقبل بتسميته، يعني من أسماه بداية هو وزير خارجية الثنائي الشيعي الرئيس نبيه بري، هو من يعني سمى الحريري في البداية. لا أعرف إن كان الحريري يستطيع اليوم، سعد الحريري يستطيع اليوم أن يستلم حكومة، يعني كيف سيرد، كيف يعني يقبل بحكومة. لا سوسن، أنا لا أسألك عن مدى قدرة سعد الحريري وأهليته الآن في هذه المرحلة لاستلام الحكومة، لكن هذا القرار الذي كان ينتظره كل اللبنانيين برأيك مواقف الطبقة السياسية إلى أي مدى يمكن أن تنعكس انفراجة على الساحة السياسية بحيث يتم تسهيل تشكيل الحكومة؟ أصلاً الأمور معقدة، يعني كثرة الوفود التي نراها على الأراضي اللبنانية تزيد التعقيدات تعقيداً والانقسامات انقساماً، يعني هناك عدة مشاريع تبحث على الأرض اللبنانية، أنت يعني عند تريد أن تشكل حكومة ولكن ليس اللبنانيين من يشكل حكومتهم، هناك الخلاف اللي ابتدأ هلق مؤخراً، الخلاف الفرنسي الأمريكي بين حكومة حياد أو حكومة وحدة وطنية، هناك الخلاف الفرنسي التركي، هناك الخلاف المعروف بين الدول العربية وإيران. سوسن هذه الخلافات موجودة، لكن برأيك قرار المحكمة هل أزال الاحتقان الموجود بالشارع؟ طبعا، لأن الفريق الآخر أي فريق حزب الله احتفل بمجرم مدان، يعني علق صوره وسماه المقاوم الحاج،
يعني ومع هذا يعني راينا يعني تصريحات كثيره عبر السوشيال ميديا استهتار بمصاب السنه. منذ 2016 كتبت مقال عن انكسار الطائفه السنيه في البلد، وهذا له دلالات كثيره تنعكس اليوم على الوضع السياسي. السنه يعني نستطيع ان نقول انهم خاب املهم بقائد يستطيع أن ينتشلهم من ما هم فيه. وأيضا أنا لا أريد أن أتكلم طائفيا، ولكن تاريخيا الطائفة السنية هي عبارة عن التوازن، كانت تحقق التوازن بين كل المكونات الموجودة في البلد. فيها اليوم الطائفة تحتاج إلى قائد فقدته منذ 15 عاما هو نعم. رفيق الحريري، ولم يرث أحدا من بعده الحريرية السياسية، لم يتابعوا المشروع، جاء ورثة ولكن لم يتابعوا مشروع رفيق الحريري. إذن طيب. نعم طيب معذرة يعني لضيق الوقت سيد طارق، هل برأيك دعوات سعد الحريري لحزب الله بضرورة التعاون فيما يتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة إلى أي مدى يمكن أن تلقى صدى عند الحزب؟ وبمعنى آخر دعني أسألك، هل يمكن القول إن احتفالات فريق من المحسوبين على حزب الله بسليم عياش ونشر صوره وتحيته، هل يمكن أن يكون هذا رد الحزب على دعوات سعد الحريري؟ إن أول شيء ميليشيا حزب الله هي مصنفة أوروبيا على أن جناحها العسكري منظمة إرهابية، وهناك عدد كبير من الدول صنفت جناحها السياسي على أنه منظمة إرهابية وآخرهم ألمانيا وبريطانيا. هذا الحزب مصنف بموجب قرارات مجلس الداخلية العرب ومجلس الدول الخليج بأنه منظمة إرهابية داخليا سياسيا وعسكريا. وبالتالي كذلك هذه الميليشيا قتلت من السوريين أكثر من مليون شخص وشردت 15 مليون، وزعيمها هو زعيم الإرهابي في المنطقة، وهو من يقتل ويذبح ويدعي أنه مسلم فيما هو قاتل إرهابي مجرم. وبالتالي ماذا ينتظر من مجرمين قتلة يستبيحون دماء المسلمين في كل مكان في اليمن والعراق وسوريا ولبنان؟ وبالتالي التعويل على أنهم سوف يسلمون أي شخص للعدالة هذا غير وارد عند تلك الميليشيا الإرهابية التي ديدنها هو القتل والغدر والإرهاب والاغتيالات، وهذا امر معروف في كل المكان في كل الاماكن التي تواجدت بها. وبالتالي بموجب القرار 1757 المحكمه سوف تلجا الى مجلس الامن، وسوف مجلس الامن يتخذ قرار بتصنيف تلك الميليشيا على انها ميليشيا ارهابيه مارقه مثلها مثل داعش وغيرها. وللمناسبه هنا انه عندما تم تصوير فيلم ابو عدس المختص بجريمة الرئيس رفيق الحريري، واللي أكدت المحكمة أنه كان بهدف التمويه وقام به عناصر من ميليشيا حزب الله، تبنى أبو عدس فيما رسمت له ميليشيا حزب الله أنه ينتمي إلى جبهة النصرة والجهاد في بلاد الشام، ويومها منذ عام 2005 لم يكن هناك نصرة ولا جهاد. وكذلك أكد أبو عدس في التصوير أنهم سوف يقومون بأعمال إرهابية أخرى لاحقا، وهذا ما أكده تحقيق المحكمة ومندرجات الحكم الذي سمعناه جميعا، وهذا ما يؤكد أن تلك الميليشيا الإرهابية التي هي ميليشيا حزب الله هي من تستعمل تلك الأسماء لإيهام العالم بأن السنة هم أن يقومون بالإرهاب، هي من خلقت داعش كما خلقت النصرة والجهاد الذي صورت في فيلم أبو عدس، وهذا ما أكدته المحكمة. وبالتالي أصبح دور ميليشيا حزب الله الإرهابي على مستوى العالم دورا مفضوحا، والآن جاء حكم المحكمة قضائيا ليؤكد ذلك، بالإضافة إلى أحكام أخرى صدرت طيب. في الأرجنتين وفي الولايات المتحدة وفي أوروبا. طيب. وبالتالي التعويل على أي حل سياسي مع تلك الميليشيا هو يعني تحاول تلك الميليشيا أن تستفيد من عملياتها الإرهابية، ولكن أعتقد أن الحل مع تلك الميليشيا لا يجب أن يكون إلا كما هو الحل مع داعش. طيب سأعود إليك سيد طارق، بالنسبة للسيدة سوسن الآن يبدو مما رأيناه من مشاهد احتفالية بعد الحكم بالشخص المدان الوحيد في هذه القضية تعكس إلى حد ما نوعا من الإحساس بالقوة المفرطة لدى الحزب، على الأقل ليس هناك يعني بروتوكولية نوعا من المراعاة لشعور ذوي القتيل في هذه الظرف بالذات. برأيك هذه الأساليب أو هذا السلوك السياسي إذا صح التعبير كيف يمكن أن ينعكس على التعايش السياسي بين اللبنانيين في المرحلة المقبلة؟ نعم، أرسلوا لي الآن أن الحفلات التواصل الاجتماعي هذه إشارة بسيطة كانت بعنوان من قتلناه يستحق،
يعني كأنه اعتراف من بيئة الحزب بقتل رفيق الحريري. بالنسبة للقوة المفرطة لحزب الله هو يستعملها، يعني هو سيطر على البلد قبل هذه الفترة، قبل الحكم وقبل العملية، يعني منذ قبل التسوية الرأسية إذا صح التعبير، كان هناك طرف مغبون في لبنان يقول أن، وهنا أشير دائما إلى الطائفة السنية، يقول أن وقعنا بين كماشتين، كماشة شيعية تستولي على الأمن والسياسة، وكماشة مسيحية تيار الوطني الحر هنا يريد أن يقدم من صلاحيات رئيس الحكومة عبر إعطاء صلاحيات متزايدة لرئيس الجمهورية، وهذا يتفاعل اليوم. يعني نحن لا نرى، يعني الرئاسة الثالثة لا نرى لها، لا نسمع لها صوتا، حتى جلسات مجلس الوزراء تعقد في قصر الجمهوري. يعني القوى المفرطة للحزب سوف تزيد حاليا، وخاصة إذا كان هناك تسوية على انسحاب الحزب من المنطقة وانسحابه من سوريا، وأن يستعمل سلاحه على الحدود، سوف يزيد الحزب قوة، وسوف يطلب، يعني كما يقولون، سوف يطلب امتيازات. حتى ماكرون طرح المثلث السياسية، يعني الحزب لن ينسحب من المنطقة بسهولة، لن يقدم سلاحه قوته ببلاش، يعني لا أعرف ما هي الكلمة في الفصحى، لن يقدم سلاحه هكذا، هو يعني قوته التي حصل عليها منذ الثمانينيات، مشروعه الذي نجح ويتواصل نجاحا في المنطقة، لن يتخلى عنه مقابل يعني تبرئة عناصره، علما أنه لا يعترف بهذه المحكمة علنيا. طيب. نعم. سيد طارق، في سياق الحديث عن تداعيات هذا القرار على المشهد السياسي اللبناني الداخلي من الناحية القانونية، هل يمكن لهذا القرار أن يشكل مستندا قانونيا يمكن أن يتكئ عليه المجتمع الدولي لتضييق الخناق على حزب الله مستقبلا من الناحية القانونية؟ هذا واجب على المجتمع الدولي وعلى المجتمع اللبناني، باعتبار أنه تمت إدانة هؤلاء الأشخاص المنتمين لميليشيا حزب الله الإرهابية بأكبر جريمة إرهابية، وما زالت لم يدن إلا شخص واحد. يا أخي، شخص واحد صحيح، بس ولكن تعذر الوصول إلى باقي الأسماء لعدم استطاعة، لأنه في جرائم إرهابية يستحال أن يوصل إلى الآخرين، فمصطفى بدر الدين وصلوا إليه فتم إخفاؤه بطريقة معينة أو قتله. المندرجات الحكم تكلمت عن أشخاص في أكثر من 46 شخص يديرون عملية التفجير، وبالتالي عندما تقول شخص أو 5 أشخاص أو 46 شخص، هم ينتمون إلى ميليشيا إرهابية يأتمرون بأمرها، وهذا بحاجة إلى كلفة كبيرة من التحضيرات. أضف إلى ذلك أن هذا الحكم هو أول حكم لجريمة سياسية في لبنان كشفت، وبالتالي المجتمع الدولي والمجتمع المحلي الآن يعرف أنه هو الجاد أنه يجرم في الجرائم السياسية. أضف إلى ذلك، أنا لابد أن أؤكد هنا أن امتداد إرهاب ميليشيا حزب الله ليس في لبنان وسوريا فقط، حتى في باقي المنطقة، ولكن هذا الحزب يعطى أكبر من حجمه. فلنكن صريحين، عندما صار الشعب السوري ضد نظامه ودخلت ميليشيا حزب الله بكل قوتها عام 2012 إلى سوريا لتشارك النظام بإرهابه، الثورة السورية بضعف إمكانياتها، الشعب السوري بضعف إمكانياته قضى عليها وعلى النظام، وهذا يجب أن يعرفه الجميع. ثم جاءت روسيا وإيران بالطائرات والتحالف الغربي والأمريكي حتى استطاعوا أن يثبتوا بشار الأسد لبعض الوقت، وإلا هم أفنوا في سوريا وحصدوا حصدا مبرما، وهذا أمر معروف. فتلك الميليشيا ترهب الناس بالقتل والإرهاب ودفعت ثمنا غاليا في سوريا، وستدفع أكثر وما زالت تدفع، ولكن ما معنى أنها هي تحتمي بإيران، تحتمي بروسيا، تحتمي بالقوى الغربية. الرئيس الفرنسي جاء إلى لبنان ليدعم تواجدها وليبيض صفحتها ماكرون، وبالتالي نحن السنة في لبنان ارتضينا أن نكون ضمن مشروع الدولة. نحن السنة لم نكن يوما من الأيام لدينا ميليشيا إرهابية، ولكن هذه المنطقة هي منطقة سنية بامتياز، من سوريا إلى العراق إلى لبنان إلى فلسطين، ولا يظنن حسن نصر الله أو جماعته أن السكوت عن إرهابهم قد يستمر. نحن لا نقبل بالضيم
كما هو يدعي أنه يحارب الإرهاب فهو رأس الإرهاب، ونحن حريصين على الدستور اللبناني وعلى القانون اللبناني. نعم. وحريصين أن يحاسب هذا الإرهاب حسن نصر الله وعصابته أمام القانون الدولي وأمام طيب. القانون المحلي وأمام المجتمع الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات بحقه وحق ميليشياته، لأننا نحن اصطدينا أن نكون فقط في مشروع الدولة، ولن نرتد إلا أن نكون مع مشروع الدولة أشكرك. في مواجهة هذا الإرهاب. أشكرك، ونحن بدورنا حريصين على الاستجابة لنداء الوقت. في ختام هذه الحلقة شكرا لضيفي الكريمين، المحامي طارق شندب أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية، كان معنا عبر سكايب من بيروت، ومن بيروت أيضا عبر سكايب السيدة سوسن مهنا الكاتبة الصحفية. مشاهدين الكرام، كل الشكر لكم. في حراسة الله.